مدينة زاخو مع مراسلتنا نجلاء صنديلي تحدثنا عن تنظيم ملتقى للرسم الحر من قبل دائرة الثقافة والفنون وبالتعاون مع مؤسسة هواجس العراقية. نعم نجلاء لك الكلمة. نعم تحية طيبة مني لكم زملائي. يتواجد حاليا أمام أهم معلم أثري وهو جسر دلال الأثري، حيث يقام اليوم ملتقى الثاني للرسوم الحرة، تنظمه مؤسسة هواجس للثقافة والفنون في بغداد بالتنسيق والتعاون مع دائرة الثقافة والفنون وبمشاركة عدد كبير من الفنانين التشكيلين من وسط وجنوب بالعراق وأقليم كردستان. والحديث أكثر ينضم معي سيد الخاز موسى مدير دائرة الثقافة والفنون في زاخو ليحدثنا أكثر عن تلك التفاصيل. شكرا لكم لحضرتكم. اليوم نظمنا الملتقى هواجس وهو نشاط مشترك بين مؤسسة هواجس للثقافة والفنون من بغداد ومديرية الثقافة والفنون في زاخو. الهدف منها هو تبادل التجارب الفنية خاصة في الفن التشكيلي في العراق وتبادل الخبرات بين مختلف فناني محافظات العراق وأقليم كردستان ومدينة زاخو بشكل خاص. اليوم يشترك حوالي 40 فنان تشكيلي من مختلف محافظات العراق ومحافظة دهوك بالرسم الحر، وهو نشاط خلينا نقول فني وسياحي وإعلامي. الغرض منه هو تقديم صورة مشرقة عن مدينة زاخو وعن الفن في مدينة زاخو وعن ترحيب أهالي زاخو بالزائرين كسياح أو كفنانين. نرجو أن نكون قد وفقنا في تقديم صورة مشرقة عن مدينة زاخو، ونرجو أن نكون أن تتكرر هذه التجارب في المستقبل إن شاء الله، إن سنحت لنا ظروف أن ننقل هذه التجربة إلى مدينة أخرى من كردستان أو حتى إلى مناطق أخرى في العراق إن شاء الله. شكرا جزيلا. طبعا هذا الملتقى الثاني الذي يقام في مدينة زاخو وبمشاركة قرابة 40 فنانا تشكيليا من وسط وجنوب العراق وأقليم كردستان. طبعا الهدف من هذا الملتقى هو تعزيز التعايش السلمي وتعزيز الفن التشكيلي وتعزيز الثقافات الأخرى. نعم إذن مراسلتنا نجلاء سندي من زاخو، شكرا لك.